اليوم البنات جيتكم بواحد الوصفة خطيرة في التبيض، وكتعطي واحد النتيجة اللي ميمكنش ليكم تخيلوها، كتبيض البنات. وهاد الوصفة ديال المقازات، نوضو حيدو عليا العكاز وديروا ليا هاد الوصفة وشوفوا النتيجة يا البنات. نتيجة زوينة، اي وحدة عندها شي مناسبة او لا عندها شي عراضة وبغات تهلا في راسها دير ليا هاد الوصفة وتشوف ليا الجسم ديالها كيفاش غادي يولي، والبشرة ديالها كيفاش غادي تولي. كلشي غيسولك على السر، والسر هو الصابون ديال المنجل البنات، او الصابون الطبيعي. وصفه سهله، غير من الدار، غير لما بغيتيش يعني غير لما بغيتيش تهلاي في راسك وصافي. المهم غادي ناخذوا هذا الصابون البنات ديال المنجل او صابون الحجره. المهم غادي ناخذوا من واحد الكميه، هنا كل وحده دير القياس اللي بغات تستعمل. ممكن ديري النص ديالها، ممكن ديريها كلها. الا بغيتي ديري الجسم ديالك كله، ديري هذه هاد الصغيره هذه اللي كدير 2 دراهم، ديريها كامله. انا هنا راني موجده من قبل انتوما، انا حكه الصابون حكيته في الحكاكه رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا، وجدته من قبل وحكيته يعني فات الحكاكه البنات اللي كتكون رقيقه هكا باش يذوب دغيا. انتوما كي كتشوفوا معايا انا وجدته من قبل، وغادي نبداو دابا تشوفوا معايا الوصفه. لكن ما ديروش صابون اخر من غير هذا، ما ديروا حتى شي صابون من غير هذا، لانه كيجوني في التعليقات واش نديروا صابون كذا ولا كذا. غديروا الصابون ديال المنجله البنات، راه هو اللي زوين وكيعطي نتيجه زوينه، وراكم كتشوفوا يعني هو راه تيقضي على الخلايا ديال الجلد الميته، كيحيد الاوساخ، كيحيد كل شيء. المهم عندي هنا تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال يعني الصابون مبشور او محكوك في الحكاكه، وغادي نزيدو عليه الماء. بالنسبه اللي بغات دير ماء الورد ديرو، اللي بغات دير ماء عادي ديرو، يعني ليكم الاختيار. انا غنستعمل غير ماء عادي، غادي نستعمله هنايا. غادي نستعمل، المهم غادي تعبروا شحال ما درتو، يعني غتعبروا بالمعلقه شحال ما درتو من الصابون يعني محكوك، غادي تعبروا عاوتاني بنفس المعلقه اللي عبرتو بها، نفس القياس غديروه ماء. المهم انا عندي هنا 4 المعالق كبار ديال الصابون، ضفت عليهم 4 المعالق كبار ديال الماء كيف ما شفتوا معايا، وغنخليو هذا الصابون هذا يعني كيرطاب لينا واحد 10 دقائق، وعاد غنرجع معاكم باش تشوفوا معايا التتمه ديال الوصفه ان شاء الله، بالماء يتطلق لينا الصابون ويذوب لينا مع الماء، وغادي نكملوا ان شاء الله. دابا من بعد ما ولا لينا بهذا الشكل، ها انتم كي كتشوفوا معايا تيذوب الصابون، هو ذاب كيف كتشوفوا معايا. دابا غادي نحتاجو الحامض او الليمون او القارص، يعني كيسموه في الجزائر ربما يعني القارص، يعني على ما اظن. غادي نضيفو منه غير شويه، يعني واحد الكميه قليله ديال الحامض او الليمون، فهو كيعطي النضاره للبشره وتيفتح لنا البشره ديالنا بزاف بزاف، غير يعني ما يتحطش على البشره مباشره وما يدارش بكميه كثيره في شي وصفه اللي غتستعملوها. دائما ديروا غير كميه قليله، هانتوما كي غادي تشوفوا معايا غير واحد شويه هانتوما بهذا الشكل هذا، راه غير شويه يعني تقريبا واحد نص معلقه ولا اقل كاع بزاف. صافي هانتوما بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نضيفوا البنات واحد المكون اللي زوين بزاف، واللي ما عندهاش راه كاين البديل وكاين الاختيار، يعني ماشي ضروري يكون عندك، الا ما عندكش ضروري غنعطيك شي حاجه اللي ممكن باش تعوضيه. هو الصابون البلدي اللي كيكون مخلط معاه العكر الفاسي او دم الغزال. هذا البنات انا صراحه زوين، هذا استعملته البشرة ديالي زوين، استعملته الجسم ديالي شحال من مره، يعني زوين صراحه، ماشي اول مره يعني كنستعمله، استعملته شحال هذه زوين، توا تيعطي نتيجه. ولكن اللي ما عندهاش غديري الصابون البلدي العادي، يعني ماشي ضروري يكون عندك هذا. اللي عندها البنات يعني الصابون البلدي العادي هذا وعندها داك العكر الفاسي او دم الغزال، تضيف منه شويه في هذه الوصفه. المهم انا غنستعمل هنايا واحد المعلقه صغيره عامره، هانتوما كي كتشوفوا معايا ممكن ديروا حتى ملعقه كبيره، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نخلطوها مزيان مع هذا الخليط هذا حتى تطلق ليا وتندمج ليا مع الوصفه. انا غنخليها حتى يعني نخلطها مزيان، وغنرجع معاكم باش نكملوا وتشوفوا معايا ان شاء الله المكونات الاخرى اللي غنضيفوا وكيفيه الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه.
فغادي تستعملوها ان شاء الله، وغادي كلكم اي وحده جربتها هترجع تشكرني عليها هذه الوصفه، لان زوينه وما كان ما كنشاركش معاكم البنات شي وصفه اللي ما تعطيش نتيجه نهائيا. اي وصفه حطيتها جربوها وردوا عليا الاخبار، اي وصفه كتكون مزيانه كنبارطاجيها معاكم، لانني كنشارك معاكم الوصفات اللي كتكون مجربه واللي كتكون كتعطي نتيجه فعلا، ماشي كتكون وصفه غير ديريها تضيعي فيها الوقت وتضيعي فيها المكونات بدون نتيجه. دابا بعد ما داب ليا داك الصابون البلدي، هانتوما كي كتشوفوا معايا الخليط يعني تغير ليه اللون ديالو، كيولي بهاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نضيفوا واحد المكون اللي حتى هو زوين بزاف واللي ما خصوش يخطاكم بصراحه، اي وحده خصو يكون عندها، هو الكركم. الكركم كيكون طبيعي البنات، كنشريه انا عويدات من عند مول العطريه، وكنديه تنطحنو عند السيد اللي تيطحن هادشي ديال هادشي اللي كيستعمل البشره. المهم غادي نستعمل منه واحد شويه، هانتوما كي كتشوفوا معايا هاد الشكل. هاد الكركم راه كيصفي البنات البشره، تيعطيها النضاره، تيوحد اللون ديال البشره، تيحيد الكلف، تيحيد الاطراس ديال الحبوب، تيحيد الحبوب. يعني هاد الوصفه راه زوينه، غادي تنفعكم بزاف، واي مشكل عندكم في البشره ديالكم او للجسم راه غادي تتهناو منه. سواء يعني الجسم اللي كيكون فيه ليطاج، او لا اللي كيكون فيه تصبغات، البلايص الكحل، اي بلاصه عندك ديري ليها هاد الوصفه هذه وتفكريني. صافي غنخلطو مزيان المكونات، هانتوما كي كتشوفو معايا حتى وكان يتخلطو مزيان، يعني داك الكركم خلطوه مزيان باش يطلق لكم في الوصفة، باش يعطي حتى هو المفعول ديالو في التبييض. بالنسبة للناس جداد اللي اول مرة يكتشفوا القناة ديالي، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى من طبيعة الحال ما تنسوش تنضموا للعائلة ديالنا، وباش ان شاء الله نكبروا العائلة ديال القناة وتكبر ان شاء الله، ولما لا يعني نوصلوا لنص مليون مشترك ان شاء الله في القريب. ونتمنى منكم اخواتي انكم تبارطاجيو الفيديو يعني عندكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكلكم يعني شجعوني بالضغط على الزر لايك. وشكرا لكم بزاف بزاف، وهذا بطبيعة الحال فضلا وليس امرا. دابا غادي نزيدو واحد الكمية ديال نشا الذرة او زهرة الذرة، غادي ندير واحد الملعقة كبيرة النشا، حتى هو كيبيض البنات وكيعطي النضارة وكيفتح لينا البشرة ديالنا، وزوين بزاف للبشرة. صافي هانتوما كي كتشوفوا معايا غادي نخلط مزيان هاد المكونات هادو، وغي سمحوا لي البنات لان مازال ما شريتش ديك اللي كدير الاضاءه، لان كنشوف ما واضحش يعني الصوره او مواضحش الفيديو، فراني مشيت قلبت عليها وما لقيتهاش، ومازال يعني تنقلب عليها ان شاء الله. غادي نعاود نخرج عاوتاني نقلب عليها ان شاء الله، باش هكا الاضاءه تكون واضحه لكم في الفيديو ان شاء الله. فغي قبلوا عليا حيت لانني مازال تنصور، ومازال يعني ما عنديش دوك بزاف الاشياء يعني ان شاء الله من القدام يعني نبدلهم هكا باش تكون لكم الصوره يعني واضحه اكثر. صافي من بعد ما كتخلطوا داك النشا ما كيبقاش مكور او محبب يعني في الوصفه، شوفوا معايا كتخلطوها مزيان، وانتم كتخلطوه هي كتزيد تطلق، حتى يعني داك الكركم تيطلق اللون ديالو، وداك الصابو البلدي مع العكر الفاسي تيطلق حتى هو. شوفوا معايا كيفاش كتجي الوصفه. ممكن ديروا حتى يعني الصابون هذا كامل، وحيده كامله ممكن ديروها باش تستعملوها الجسم ديالكم كله. بالنسبه لكيفيه استعمال هذه الوصفه، تديروها البنات في الثلاجه، يعني هاد الكريم راه غيجمد ما يبقاش بحال هكا، كيولي ثقيل، غديريه في الثلاجه ما تخليه حتى يتقادى لك، عاد تعاودي ديري واحد اخر، وغتبقاي تستعمليه للوجه ديالك كماسك، يعني ديريه للوجه ديالك تخليه حتى ينشف ليك وتغسليه. ممكن ديريه بشكل يومي، غتهني ليا من الكلف، من تصبغات، من الاثر ديال الحبوب، من اي حاجه، اي حاجه عندك في الوجه ديالك كتحيد، الاوساخ، الخلايا ديال الجلد الميته، كلشي كيتحيد. ممكن ديريه للجسم ديالك. بالنسبه للجسم البنات غنعطيكم واحد الطريقه زوينه بزاف، غادي ديريه للجسم ديالك، مثلا العنق ديالك، الدرعوات ديالك، من اي منطقه في جسمك ممكن ديريها كتبريمه يعني الجسم ديالك كله. ولبسي ليا شي بيجامه اللي تكون يعني واسعه، تلبسيها تكون واسعه،
صافي بقيت شقه يعني في الدار، وخلي واحد جوج ديال الساعات ولا ساعه، ودخلي ضربي عليا بواحد التدويشه، وحكي الجسم ديالك مزيان يعني بالليفه او بالكيس، وشوفي الاوساخ اللي غيتحيدوا، راه الجسم ديالك غيولي زوين بزاف. واللي شافتك اللي شافتك غادي تسولك على السر، ضروري غتسولك على السر، لان هاد الوصفه كتعطي نتيجه زوينه في التبيض. وجربوا وحكموا نتوما وخليوا لي التعليقات ديالكم، باش ان شاء الله كاع المتتبعات وكاع الناس اللي كيدخلوا جداد يعني كيشوفوا الفيديو ويقراوا التعليقات يستافدوا ان شاء الله من يعني التجارب ديالكم لهذه الوصفه. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد عما قريب مع وصفه جديده، وفي امان الله ومع السلامه البنات. والوصفه ديالنا مهم كيف ما شفتوا معايا، راه غادي نديروها في شي حك اللي يكون تيتغلق مزيان ويكون سهل الاستعمال، وغادي تحتفظوا به في الثلاجه كيف ما قلت لكم. وتهلاو ليا في راسكم البنات بزاف بزاف، غنتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، ومع السلامه.